المسجد من اجازه نص السنه قبل مولد النبي بيوم. ومن ساعتها الدكتور جابني وقال لي يعني تولي بمسؤوليه المسجد ونظافه المسجد وكده. فطبعا انا ماسكه في حد عمره اشتكى مني ولا اي حاجه، والحمد لله. يعني انتوا شوفوا، جيت احنا بناخد الاجازه جمعه وسبت. جيت امبارح الصبح الساعه 7:30 لقيت الشباك بتاع المسجد مفتوح اللي هو اتجاه للسقاله، عشان السقاله بيوضبوا بيها. وجيت لقيت الدنيا كلها دولاب البنات متكسر ازاز، هو صلحوه دلوقتي، والحاجه كلها متبهدله في الارض، حتى الاقلام والحاجه اي حاجه بتاعتهم كلها متبهدله في الارض، ومعلقين حاجه يعني داخليه على الشنكل بتاع الشباك. دكتوره هاجر نصر، دكتوره امتياز. امبارح جينا الصبح، امبارح جينا عندنا يعني على الكليه الصبح، ولقينا دادا عاده يعني كانت حالتها صعبه اصلا، ولقينا الحاجات دي الدولاب ده متكسر والحاجات دي متبهدله بالشكل دوت، وكان في الفاظ بذيئه بشهاده الدادا وشهاده صحابنا اللي جم قبلينا. بس هي الدادا قالت، احنا قلنا لها انت مسحتي لي، احنا كنا عايزين ان احنا ناخدها مثلا كاثبات، وهي قالت يعني انا ما قدرتش ان انا اشوف الكلمه دي مكتوبه جوه المسجد. احنا كان يعني اللي كان احنا ما شاهدناش بعد الثوره حاجه زي كده في 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 مسجد جوه الكليه، انما قبل كده لما كان امن الدوله كانت رجليهم جوه الكليه هنا كنا بنشوف كده مرارا وتكرارا. وكان في حادثه مشهوره جدا هنا جوه الكليه، وناس كتير شهدتها، وبما ان انا بقالي 7 سنين اهو في الكليه شهدتها وشهدتها بنفسي، لما حصل اقتحام للضباط والعساكر اللي هم بتوع الامن اللي كانوا موجودين هنا ودخلوا المسجد باحذيتهم.